على بعد 8 أشهر من الانتخابات النيابية، يسعى نواب الأمة للعثور على قانون تجرى على أساسه هذه الانتخابات، إلا أن الاقتراحات المطروحة على جدول أعمالهم لم تحظى بالوقت الكافي للنقاش، فالساعات 3 من جلسة اللجان المشتركة سيطرت عليها المداخلات العمومية والسجلات الحامية أحياناً، كذلك الذي دار بين النائبين مروان حميدي وعلي عمار على خلفية كلام حميدي عن فرض النسبية بقوة السلاح، ما استدعى رداً من نواب حزب الله. الغريب بالأمر أنه البعض حاول أن يربط رفضه للنسبية بموضوع السلاح في حين دافع عن الأكثرية واعتبر بأن ليس هناك مشكلة مع هذا السلاح في ظل النظام الأكثري، في حين أن هناك مشكلة معه في ظل النظام الانتخابي النسبي. أنا برأيي هذا الهدف منه واضح، هو تعقيد النقاش وإعاقته وإبطاؤه وصولاً إلى الإبقاء على الأمر الواقع الانتخابي كما هو 60. وهو قانون 60، وأن ادعى البعض غير ذلك. وضع مهلة زمنية لدراسة القوانين الانتخابية كان اقتراح النائب سامي الجميل، وهو حظي بموافقة ظاهرية، إلا أن مدير الجلسة النائب فريد مكاري رفضه على أساس أنه لا يمكن فرض أي مهل على مجلس النواب أو الحكومة. نحن اقترحنا أنه بأول كانون الأول بنوقف المناقشات، كون أخذنا 2 شهر، حكينا نقشنا فتنا بتفاصيل كل القوانين، عدلنا لازم يتعدل بنهاية بأول كانون الأول، بنحيل هالقوانين إلى التصويت كرمالتا يصير في حقيقة فرصة بأنه يكون عنا قانون جديد. وكان الجميل وزميلاه جورج عدوان وبطرس حرب قد تقدموا باقتراح قانون يقوم على تقسيم لبنان 50 دائرة انتخابية. الهدف من هالاقتراح يلي قدمناه طبعاً يكون في تمثيل صحيح للمسيحيين ولبقية المكونات، لأنه نحن حريصين أنه هالتمثيل الصحيح ما يكون فقط لمكونة وتشعر بقية المكونات أنه هي بهالتمثيل في ما عندها هي نفس صحة التمثيل. ما نسأل اليوم الكتل الثاني ب14 أدار شو موقفها، ونسأل كتلة المستقبل شو رأيها بالقانون باستثناء العموميات فيما يخص تأييد الدوائر المصغرة، لأنه الدوائر المصغرة كل واحد بفصلها وبقصها على قياسه باستنسبية. فإذا كمان هيدا بيرجع بيأكد يلي كنا خايفين منه، أنه هناك محاولة تضييع وقت من بعض الكتل من أجل تفويت على اللبنانيين وتحديدا المسيحيين تغيير قانون الانتخاب. وحده وزير الداخلية بدا الأكثر تفاؤلاً لناحية الانتهاء قريباً من دراسة القوانين. المطلب اللي أنا طلبته آخر مهلة أنا بقدر كوزير داخلية حضر للانتخابات السنة الجاي، أنه يكون قانون الانتخاب مصدق عليه بمجلس النواب آخر هالسنة. وافقوا على هالطرح وسيكون آخر مهلة هي آخر السنة، يعني ب1/1/2013 بتبلش وزارة الداخلية تحضر لانتخابات 2013 على أساس قانون جديد. وفي المحصلة تقرر عقد جلستين أسبوعيتين لمناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية. في مجالسهم الخاصة يكرر النواب أن لا انتخابات في العام 2013، وفي مجلسهم العام يفعلون المستحيل للإيحاء بأنهم مستعجلون عليها، لكن ما يبدو واضحا حتى الساعة هو أن الانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة على البرلمان يبقى في خانة المحال. من مجلس النواب، كريستين حبيب، قناة الجديد.